حسام شعبان مهندس قرر أنه يستفيد من دراسته وخبرته في الزراعة بأنه يزرع في سطح بيته على مساحة 200 متر في إحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة. طبعا هي زراعة الأسطح هي موجودة من حوالي أكثر من 20 سنة تمام، وليها يعني كتب في الكلية وتدرس وكده، بس يعني كان النظم الموجودة كان نظام مثلا زي نظام الهيدروبونيك للزراعة المائية أو نظام الأكوابونيك. فلما عملت ليهم دراسة لقيت ان التكلفة عالية جدا، شفت ان هي يعني مستقبليا مش لما اجي اقنع ناس بيها بالفكرة مش هيقتنعوا بيها لانها تكلفة، لانها هتستهدف مثلا فئة معينة في الدولة. فلا كنت حابب ان انا اشتغل على حاجة تكون يعني مش مكلفة، الناس تقدر ناس يعني فئة كبيرة من المجتمع ان يقدروا يطبقوها تمام بس. فجات لي فكرة الزراعة في الأسس والأكياس تمام، كان مشجعنا عليها ابن عمي، بدأنا نشتغل نصمم ديزاين معين نشتغل عليه. في البداية كانت الدنيا مش موفقة خالص، كانت الدنيا صعبة، ودي كانت بداية أي ايديا مثلا جديدة أو أي بروجكت تمام، بس الحمد لله يعني المواصلة والعزيمة اللي كانت عندنا الحمد لله وصلنا فيها للنجاح اللي نشوفه ده. حسام قدر بعد فترة من إنتاجه للمحاصيل الصحية ووصوله لاكتفاء الذاتي من الفواكه والخضار إنه ينافس الأرض المستديمة، وده كان باستخدام أبسط المواد وأرخص تكلفة زي التربة الخفيفة والري بالتنقيط ونظام عازل بين أرضية السطح والتربة علشان يتفادى مشاكل الرطوبة. في أرض زراعية حواليك، طب ليه ما تزرع في الأرض الزراعية؟ لا أنا كان عندي فكرة لا إن أنا نستغل حاجة يعني بره اطار الموضوع، بره اطار الزراعه، الناس احنا عندنا الاسطح بس عايزين نعمل حاجه جديده تكون حاجه، لا احنا عايزين حاجه ننشرها مثلا في المدن، لان هي كزراعه الاسطح هي ليها فوائد كتيره جدا وبتحل مشاكل كتير جدا. يعني مشكله مثلا زي التلوث البيئي، الحاجه دي لو اتطبقت مثلا في المدن على الاسطح بتاع المدن، فاحنا حاليا مشكله كبيره جدا التلوث البيئي، نقلل نسبه ثاني اكسيد الكربون في الجو، بنزود نسبه الاكسجين، فدي عامل مهم جدا في ان احنا نطبق الحاجه دي في المدن. بعد النجاح اللي وصل له حسام قرر انه يعمل مبادرة مزرعة بيتنا، وده لتعميم التجربة في كل الجمهورية وتحويل أسطح المنازل لبقع خضراء وكمان مساعدة الأسر الراغبين في زراعة المحاصيل بشكل طبيعي وبسيط لاكتفائهم الذاتي منه أو لتحقيق مصدر دخل إضافي.